هاي، أنا شيف بيسو، واليوم رح نعمل وصفات صيفية. الوصفة اللي حنبلش فيها هي الإيج بلانت بوتس أو قوارب الباذنجان. رح نبلش بالباذنجان. بدنا ننقي ميديوم سايزد أو باذنجان وسط، وبدنا نقصهم بالطول. منبلش مع السكين، نمسكها straight ومنقص all the way للآخر. بعدين بدنا ناخد الباذنجان هيك وبدنا نعملها scoring. بدنا نقطعها بهالطريقة. رح نجيب الصينية تبعنا، رح نحط الباذنجانات عليها، هيك، ورح نجيب شوية زيت زيتون. بدنا نرش رشة بسيطة من زيت الزيتون على كل باذنجانة. بدنا ناخد الفرشاية وبدنا ندهنهم هيك لنتأكد إنه فات الزيت على قلب الباذنجان. اوكي، هلا منجيب رشة ملح ورشة بهار. ورشة بهار أسود. هلأ صاروا جاهزين إنهم يفوتوا على الفرن. طلعنا الباذنجانات من الفرن بعد 20 دقيقة على حرارة 200. إذا بتحبوا كمان فينا نحطهم بالإير فراير على حرارة 180 درجة 10 دقائق بس ليتأمروا يصيروا بهالشكل. هلأ رح نعمل الصوص اللي بدنا نحطه على الوجه. أول شي منجيب الجات، رح ناخد اللبن بالبول، شوية طحينة رح نزيدها فوق اللبن، شوية حامض معصور، زيت زيتون، وبدنا ناخد شوية ثوم، ثوم مفروم أكيد، رشة ملح، وبدنا نخلطهم كلهم سوا. بس ينخلطوا كثير منيح. بدنا نقرب الباذنجان، بدنا ناخذ بدنا ندهن على وجه كل باذنجانه شويه صوص طحينه. فينا كمان نحط على جنب شوي صوص للي بيحب أكتر صوص. فينا نزيد فوق الباذنجانات. وهلأ منجيب جات التقديم بطريقة حلوة. فينا نحطهم بعكس بعض ليطلعوا حلوين. هلأ صار فينا نزين قوارب الباذنجان. حنبلش أول شي بالرمان. بدنا ناخد ورق بقدونس، كمان بدنا نشيلهم عن الجزء وبدنا نحطهم بهالطريقة، نفس الطريقة بناخد ورق النعنع كمان منزين على وجه البوت. ناخد رشة سماق
منجيب الجوز منقطعه هيك بإيدينا ومنحطه فوق القارب. وإذا منحب فينا نزيد رشة زيت زيتون وصحتين